شكرا يرفض. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة، زملائي الأعزاء، ولن كذلك كما أشار الرئيس القبرصي فأنه يناصر منذ وقت طويل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. اليوم هو يوم خاص ومناسبة خاصة للغاية لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وهي تضع أهدافا واضحة فيما يخص تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذلك مصر، فإن تقر بأن نقر حقيقة بسيطة أن أمن واستقرار مصر هو ذو أهمية كبرى للاتحاد الأوروبي، وكذلك الرئيس فإننا كذلك سنظل داعمين للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ونقر بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذه الشراكة الاستراتيجية وقعت في وقت يشهد اضطرابات كبيرة في الشرق الأوسط، وهي موضوعات ناقشناها أثناء الاجتماعات، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء الموقف في غزة، خاصة قبل أي غزو بري لرفح، كما قال أن هذا كما قالت السيدة رئيس المفوضية أن هذا يجب تجنبه على أي حال من الأحوال، وهذا أمر في غزة غير مقبول ويتطلب وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وفتح كل الطرق أمام المساعدات الإنسانية لتخفيف من معاناة المدنيين في غزة. ومصر تلعب دورا رئيسيا، ونحن نشعر بالامتنان لموقفكم المسؤولة ومجهوداتكم سيدي الرئيس بمواجهة هذه الأزمة التي لها عواقب مباشرة على بلدكم، ومن الأهمية بما كان بالنسبة للمجتمع الدولي أن يعملوا معا من أجل وقف عدم استقرار وزعزعة الاستقرار بشكل أكبر في المنطقة، وهكذا فإننا نسهم في أي جهود نحتاج إليها نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي. وبهذه الروح فإن بلدي تطلع بدورا رئيسيا في قيام بدور دفاعية في البحر الأحمر لحماية الإبحار وحياة الأشخاص، وهذا أمر مهم أيضا، حماية التجارة بالنسبة لمصر والتي كذلك أمن السفن التي تعبر عبر قناة السويس. وبهذا كذلك فإننا نعمل مع دول أصحاب مصلحة مثل مصر لتأمين البيئة البحرية، وكذلك أننا دعمنا إطلاق المبادرة القبرصية لممر بحري كمسار إنساني إضافي لمعبر رفح. كذلك أتيحت لنا الفرصة لمناقشة المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نتيجة للتحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نثمن جهود مصر في منع تدفقات عبر المسارات في منطقة المتوسط، وكذلك الحد من مسارات إتجار غير الشرعي، ولا بد وأن نفتح مسارات قانونية جديدة، وسنعمل عن كثب مع مصر لنكفل تحقيق هذا، وسنعمل أيضا عن كثب مع مصر لكي نكفل فتح مسارات قانونية من أجل الهجرة لكي نقدم مزيد من الفرص للمصريين للسفر بشكل قانوني إلى أوروبا بدلا من المخاطرة بحياتهم.
لهم خلال هذه الرحلات. وأخيرا تطرقنا إلى مستقبل التعاون وفي مجال الطاقة، فهي تمثل إمكانية كبيرة بالنسبة للجانبين. مصر لديها القدرة لأن تصبح مقرا للطاقة وكذلك في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ونحن ملتزمون بمواصلة التزامنا لخلق نوع من التواصل بين مصر وكذلك الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وهو أمر ذات اهتمام مشترك بالنسبة للاتحاد الأوروبي. في الختام دعني أشكر سيادتكم مرة أخرى الرئيس السياسي لاستضافة هذه القمة التاريخية، وننتقي وأقول مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة مصر في مواجهة تحديها الأكبر.